أسامة مروى يصدم الجميع بمفاجأة أخرى بعد فيديو قطر. أحمد النشيط يكشف عن علاقته ببني ستارز. شاهد المزيد من التفاصيل. بداية مع اليوتيوبر أسامة مروى الذي فتح بالأمس لايف مستعجل، حكى من خلاله أنه بعد الفيديو تحدي الغميضة مباشرة سيقوم بالإعلان عن مفاجأة أخرى، والأغلب يتوقع أن مفاجأة أسامة مروى ستكون مرتبطة بمفاجأة غيث مروان، وهي أن يعلنا عن سكنهما معا، والبعض الآخر يتوقع أن مفاجأة أسامة مروى هي إعلانه لارتباطه. وأيضا قامت عائلة بيوتي تحديدا نارين بيوتي وأختها شيرين وجلال أمارة شيرو بوضع لايك على آخر بوست لأسامة مروى يهنئونه بمناسبة وصوله إلى 5 ملايين على قناته. وهناك العديد من اليوتيوبرز هنأوا أسامة مروى بهذا الإنجاز، منهم صديقه المقرب اليوتيوبر غيث مروان الذي علق على بوست أسامة مروى به مبروك، وأيضا نور سارز، أحمد النشيط، عمر حميدات، كريم الديب، أصال الملح، وأخيه أنس مروى، والعديد من اليوتيوبرز قاموا بتهنئة أسامة بهذا الإنجاز، ونتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح. توقعاتكم لمفاجأة أسامة؟ وكمان في مفاجأة حتنزل بعد ما ينزل الفيديو، تمام؟ هي المفاجأة شبه جاهزة، ولكن كنت عم استنى نخلص من هذا الفيديو لحتى الكرة. بعد تصريحات بنين ستارز على قناة العربية بأنها غير مرتبطة، أيضا نشرت ستوريات تنفيذ خلالهما آخر تصريحاتها، وأكدت أنها بالفعل مرتبطة، حيث قام زياد بكشفهم من خلال نشره لستوريات للتحدي جمعهم، حيث قام زياد بكشفهم من خلال تحدي قاموا به الثنائي زياد وسارة مع الثنائي بنين ستارز وأحمد النشيط، وبالأخير فاز أحمد النشيط بالتحدي، وقامت بنين بتغيير صورة البروفايل الخاص بها على الإنستغرام ووضعت عوض صورتها صورة أحمد النشيط على صفحتها، وأيضا نفس الأمر قام به زياد وسارة. شو رأيكم بخصوص هذا؟